انه نحن بدنا ننتقل مباشرة لحلب لزميلة ربا الحجلي المتواجدة بأحد أقدم المحال أو المعامل الصغيرة، خلينا نقول مثل ما وصفت لنا، يمكن هي محل بتشتغل بصابون الغار أو هيك شيء. خلينا ننتقل لربا ونتعرف سوا. يسعد صباحك ربا. صباح الخير سلمى ونور، صباح الخير ولكل متابعي برنامج الإخبارية الصباحي. اليوم هذا ظهور استثنائي لأننا سنتحدث عن أقدم حرفة في حلب وهي صناعة صابون الغار، وما بالكم إذا عرفتم بأني أطل من يعني معمل شيخ الكار في حلب، حيث لطبخته الأصلية 100% وكلامه طاب وأخضر عندما يتحدث عن جودة منتج صابون الغار. مصبنة الزنابيلة اللي بيرجع عمره لل 1200 سنة قبل تاريخ هذا اليوم، كانت من أقدم وأولى المصابن في حلب، كانت موجودة بباب النصر، ولكن للأسف الشديد كان ضمن الأحياء التي اتخربت من قبل التنظيمات الإرهابية. استطاعوا بأدواتهم البسيطة أن ينقلوا هذا المعمل إلى هنا حيث نطل، والمعشق أيضا بالفليفلة والليمون والياسمين الشامي موجود في حلب، ليعملوا معمل صغير متواضع ولكنه قيم جدا من حيث المنتجات ومخزونه أيضا في هذه الحرفة العريقة واللي نحن رح اليوم نتحدث عنها بنوع من التفصيل مع أحد شيوخ الكار في صناعة صابون الغار. صحيح بأنه ليس وقت إنتاج حاليا الصابون الغار ولكن أو موسمه، ولكن هنا بالأدوات البسيطة سنتعرف على مراحل تصنيع الصابون. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك سيد أبو بديع الزنابيلي. نعم. ابن شيخ الكار واحد شيوخ الكار في صناعه صابون الغار. الله يخليك، الله يسلمك، شكرا لك. اول شغله، نحن هاي الشقه فيها يعني عدد كبير من اكياس الصابون، نقلتوا انتم من باب النصر، شو قدرت تجيب من التجهيزات الخاصه بصناعه صابون الغار بعد ان سرقت ونهبت وحرقت من قبل الجماعه الارهابيه؟ والله بالنسبه اول شيء بفضل الله، يعني نحن بفتره اللي كانت او بدايه الازمه في حلب يعني استطعت انه اطالع انتاجي الموجود في معمل باب النصر، وتميت عمل اشتغل فيه مدة العام 2014. قديش عمر المعمل؟ المعمل هو طبعا له تاريخ هجري وحوالى ميلادي بحدود 1200 سنة. يعني هو قبل طبعا 1200 سنة. اقدم واولى المعامل الصابون. يعتبر من احدى المعامل القليلة بهالاعمار هي. نقلته يعني لهون على هي الشقة لحتى تحافظوا على استمرارية هي المهنة. طبعا انا وقت مثل بيقولوا كنت مطالع بعض القطع الموجودة داخل المعمل. واستطعت انه اطالع طرمبات واجهز طرمبات جديده للعمل حتى استمر في العمل وتم انتاج الصابون في حلب محافظه حلب. رغم الظروف قديش كان يبلغ انتاجكم من الصابون؟ تفضل معي لهم بس لنشوف بعض المراحل لانتاج الصابون قبل الحرب، قديش كان يبلغ انتاجكم؟ بالنسبه للانتاج تقدري تعتبري انه تخفض نسبه الانتاج 75% من انتاج العام. للاسف لانه طبعا اولا مساعيه المحل، ثانيا الظروف المناخيه الموجوده فيها، وبنفس الوقت عدم توفر بعض المواد اللي كانت متوفره. نعم، طب خلينا هون منك نعرف شو عم بيصير هون. هلا هي قلنا مو موسم صنع الصابون. صحيح، هلا نحن السبب اولا نحن هلا حاليا بمرحله تقدري تجريبيه. مرحله التصنيع عمليه الصابون تبلش باواخر شهر 11 او شهر 12. بيكون توفر عمليه الزيت الزيتون وتامين زيت الغار الماده العطريه الموجوده في الصابون. فنظرا لانه هلا حاليا ماده العصر معاصر بتبدا بالعمل الجديد، فمو متوفر حاليا الزيت المتوفر. طبعا الريحه بتشهي للصبايا واللي كل عم بيتابعنا، ريحه الغار معبيه المكان، يعني الالات ما فيني اقول ملوته ولكن كلها معشقه بقطع الغار. صحيح، لانه حتى هذا النموذج النموذج التجريبي المحطوط هي في عباره عن صابون غار. مجرد قل لي شو المواد الموجوده هون ولا عم هي ما في، عباره عن صابون قديم ومستهلك من العام الماضي. شو المواد عباره عن هي زيت الزيتون، زيت مطراف بسموه العصر الثاني من زيت البيرين، والماء والصوديوم كوستيك والزيت الغار فقط. هلا هي مكوناتها من 1200 سنه، هي المكونات اللي عم نحكي عنها ولا دخل لها شيء جديد؟ لا طبعا دخلت ماده الصوديوم كوستيك لانه سابقا ما كان في شيء قديما في اسمه صوديوم. شو بتعمل هي الماده بالصابون؟ بتصير عمليه الدمج بين السائل بين المي وتسمي عمليه التصبن، هي مرحله التصبن. وبعد هيك بعد هي المرحله شو في؟ بعد هالمرحله هي بعد ما بتصير عمليه الطبخ بنعطيها غسيل ماء طبيعي حتى هذا مو محطوط له ماده الكوستيك، فبصير تسقيط المياه الطبيعيه بصير
بيعوا، ثاني يوم بعد 24 ساعة بعد بدها بتصير عملية الصب الموجودة في معروف الصب بعدين التقطيع بعد كم يوم؟ عملية كم يوم التقطيع؟ ما في بس عبارة عن صبت مثلا صباحا ثاني يوم تبلش عملية التقطيع ولا خليني سلم على عمو وقل لك يعطيك ألف عافية الله يعافيك. قديش صار لك بمعمل الزنابيلي؟ صار لي بمعمل الزنابيلي 25 سنة عمر كامل. وقديش بتعني لك هالمهنة وصابون الغالي؟ يعني شيء كثير يعني صابون مهنة قديمة ان شاء الله نحافظ عليها يعني بدها مجهود يمكن هاي صحيح بدها مجهود بس ما بيزعجك يعني انت متعود على ريحه صابون الغار متعود عليها جدا الله يعطيك العافيه. هلا انتم بس هنعمل فتله صغيره باكداس من كاس الصابون بعدكم عم بتصدروا لوين؟ والله حاليا بفضل الله يعني تصدير لاسيا موجوده حاليا بان كان لكوريا وان كان للصين وان كان لفرنسا لسه في تصدير في يعني ضعيفه شوي مقارنه بالاسواق السابقه يعني. طيب سريعا شهادات جودة من وين؟ شهادات جودة يعني لخاصة خاصة بماركتنا بديع الزنابيلي. على شو الشهادات؟ عفوا؟ على شو أخذتوها يعني؟ على شهادة جودة المنتج بصناعة الصابون. طيب هلا كثير في صابون أنواع صابون غار، في شيء مغشوش وفي شيء 100% يعني الطبخة 100%، كيف بنعرف المغشوش من الأصلي؟ كلام طابو يعني لما بيقول الزنابيلي هاي طبخة لا هلا بالنسبة حقيقي. أنا بحكي عن إنتاجنا نحن إيه؟ بالنسبة بتفرق نسبة الغار بتختلف نسبة الغار موجودة يعني تختلف نسبة الغار الموجودة يعني ممكن عندك نسبة الغار 4% نسبة الغار الموجودة ب هلا حاليا 24% يعني كيف بنعرف هي الصابونة أصلية ولا دخل غش مثلا؟ هلا بديش الصابون أنت عم تحكي بالأسواق؟ إيه بالأسواق. ولا بالأسواق؟ بالأسواق للأسف يعني طرق الغش كثير. كيف بعرف انه الصابونه مغشوشه؟ من منظرها بيبين؟ هلا لا شك انه بيلعب المنظر فيها بس اهم شيء المكونات الداخليه الموجوده فيها ما عدا مؤاخذه هلا مثل ما حضرتك مسكت لوح الصابون في مثلا هلا بتكون مرحله بنقسم اللوح بتفوح الريحه في بدايته يعني مثل العطر وقت بتحطيه حضرتك مثلا هذا فهذا المرحله بتبلش فممكن تشمي ريحه زنخه الزيت ممكن تشمي ريحه مثلا مواد ثانيه عطريه اكثر ما هي موضوع زيت الغار وطبعا الاستخدام هو اهم شيء يعني بالنسبه في شيء ببين على كلس على وشه هذا بيكون مغشوش ولا لا؟ مش عفوا ماده طبقه بيضاء لا هي ممكن تصير عندي ممكن تصير عند غيري يعني انا هلا بفرجيكي بعض النماذج ممكن تصير هي عباره عن الماده الصوديوم كوستيك بيجي بتعامل الطقس بيلعب دور فيه هي انه بيكون في برودة شديدة ومحلة مثلا محصور في مجال معين كذا يا أخي فبنتر مسمين احنا الملح المادة الملحية اللي هي صوديوم كوستيك بس ما بيأثر هذا نهائيا على الصابون. أنا بتشكرك رح اكتفي بهذا القدر ولو انه موضوع صناعة الصابون تستاهل وقت كتير طويل ولكن حبينا نطل من خلال برنامجنا الصباحي بهي الزاوية اللطيفة اللي بتحمل عراقة كتير كبيرة وقلنا انت احد شيوخ الكار بصناعة الصابون الغار. شكرا جزيلا لك. طبعا هون في عنا هذا الميزان ليزين الصابون عنا اكياس هاي الاكياس منا خيش مثلا منا هاي الاكياس النايلو بيتعبى فيها الصابون وبعض الادوات البسيطه هي ولكن عملية التقطيع حلو كثير هالاجهزه البسيطه والادوات البسيطه شكرا جزيلا لك هي نافذة البسيطه مثل ما قلنا حاولنا ويا ريت نقدر نوصلكم الريحه ريحه صابون الغار لكن اكيد انتم حاسين بجوده هذا المنتج وقيمته انه بعده يكون محافظ على وجوده بالرغم من مرور الاف السنين بحلف فهذا جودة بحد ذاتها شكرا لكم برجع لكم نور وسلمى لتتابعوا ما تبقى من برنامجكم أكيد. إلى اللقاء